الزوج قالت عليه ده كلب وراح في وسط الرجاله وقال لهم خدوا فلوس والسمكه بلح ولازم نجيب السمك ويقول لك اخد فيه سواد. انت بتنام مع الرجاله وتاخد فلوس. اهلا بيكم. جريمه بشعه حصلت في محافظه الجيزه في مركز الصف، من الجرائم اللي السوشيال ميديا كلها اتكلمت عنها وسموها دجال الصف. ايه اللي حصل؟ شخص اسمه سيد عبد المحسن عنده 49 سنه، كل حياته منصبه بحاجتين: التنقيم على الاثار ومعرفته باماكن اللي ممكن يتواجد فيها الاثار واستخدام السحر والشعوذه في استخراج الاثار من باطن الارض. على فكره الموضوع ده منتشر كتير قوي وفي ناس متخصصين قوي، وما فيش اثار عندنا في الصعيد هنا معروفين بالاسم فلان وفلان وفلان. المشايخ دي ما اعرفش بيقولوا مشايخ ليه، بيقدروا يحددوا ان المكان ده فيه اثر ويقعد يعزمه هاتولنا طفل ومش عارف ايه وافلام كبيره جدا عشان يطلعوا الاثار. فهو دي وظيفه سيد عبد المحسن 49 سنه، هو شغله في السحر والشعوذه واستخراج الاثار من باطن الارض. الراجل ده مشهور عنه ان هو سيء السمعة، واي حد على فكره بيشتغل في السحر الاسود وبيشتغل في الكلام ده بيكون انسان بشع، بيبان عليه غضب ربنا وتلاقي دايما وشه حتى سبحان الله فيه نوع من الواحد يبص يخاف منه دايما. يا جماعه اللي بيمارسوا السحر والشعوذه تلاقي وشه بيستغفر الله العظيم كده يخوف. طب وبعدين؟ ده في يوم من الايام بيتكلم مع مراته وبنته وبيتخانق معاهم، راح قال لهم انتوا بتروحوا تناموا مع الرجال. تخيل واحد بيقول لمراته انت بتنامي مع الرجال وبتاخدي فلوس وبتاخدي بنتك معاكي، بنتها دي عندها كام سنه؟ 21 سنه، اسمها حنان. انت وحنان، على فكره الزوجه اسمها سيده محمد 44 سنه وبنته اسمها حنان 21 سنه، الزوج بيتخانق معاهم قال له ما انا عارفكم ان انتوا الاثنين بتجيبوا رجاله وبتاخدوا فلوس، الفلوس اللي بتدخل البيت دي انا اولى بيها. يعني مش بيقول لهم عيب ايه اللي بتعملوه ده شرفي عرضي، لا ده هو زعلان ان هم بيجيبوا رجاله يناموا معاهم وبياخدوا فلوس ومش بيدوله، يعني زعلان من مراته وبيحتب على بنته ان هم بيدخلوا رجاله يلبوا نداء الجسد معاهم وبياخدوا فلوس وما بيدولوش هو وازاي وهو الاب وهو الزوج، هو ابو هو زوج سيده وفي نفس الوقت ابو حنان، ازاي ياخدوا فلوس وازاي ان هم ما يدولوش. ده المشهد الاول. المشهد الثاني بعد كده، حنان دي وهي طفله صغيره ابوها اللي هو سيد عبد المحسن دخل عليها ومارس معاها الجنس وفضل شبه بقرتها. تخيلوا هذا الاب المجرم، اولا بيمارس السحر والشعوذه في استخراج الكنوز، تاني حاجه اتهم مراته وبنته في عرضهم وشرفهم وقال لهم ان انتوا بتناموا مع رجاله وبتاخدوا فلوس وما بتدينيش، تالت حاجه كان هو نام مع بنته فضل شبه بقرته وهي صغيره. الراجل مع زياده بقى المعامله السيئه والبنت كل ما تتفكر وكل ما تكبر بتتفكر اللي عملوا فيها ابوها، والست بتتفكر ازاي ان هو كان بيهينها وبيتهمها في شرفها وعرضها. البنت اول ما اتخطبت لواحد اسمه محمد عنده 27 سنه. محمد سمع الكلام ده كله وهم حكوا له، تخيل الراجل ده بيعمل كذا الراجل ده بيعمل، قال لهم انتوا ساكتين عليه ليه؟ ده راجل وسخ اللي يمارس السحر والشعوذه ويتهمكم في عرضكم وشرفكم ويعمل كده مع بنته، ده ما يستحقش انه يعيش، ده لازم يتقتل. قالوا احنا ثلاث مرات، مره خبطناه بسكينه وهو في وهو ماشي من غير ما حد يشوفنا ما ماتش، ضربناه بالنار ثلاث مرات ضرب نار والرصاص ما جيش فيه، كرينا عليه ناس ضربوه بالنار وما جاش فيه، احنا غلبنا. قال لهم لا سيبوه لي انا بقى، راجل زي ده موته ثواب. ما في بعض الناس لما تموت يقول لك اخد فيه ثواب، اقتل واخد ثواب، يعني تخيل بيسحق روح ويقول لك اخد فيه ثواب. جه محمد ده قال لهم كل اللي عليكم تفتحوا لي الباب بعد الفجر، انت يا حنان تفتحي لي الباب بعد الفجر ادخل هخلص عليه. طب ما احنا مش عايزين نتمسك، ما تخافوش مش هيتمسكوا. طب عمل ايه بقى؟ فعلا الفجر قد كانت حنان مستحبه من اوضتها فاتحه باب لخطيبها ودخلت جوه الاوضه تاني وقفت على نفسها. دخل هو لقى الراجل نايم مع سيده اللي هي مراته. راح شاورت على الست نايمه صاحيه ما عارفه ان الراجل هي على الفجر، راح مطلعها وخلى الراجل نايم. وراح خنقه بايديه وخبطه بالسكين لغايه ما موته. بعد كده لفه في سجاده وراح رماه. على فكره سيد عبد المحسن ده اصلا مقيم في قريه الشرفه مركز الصف منذ 6 سنوات. خلص الموضوع وجثه في الطريق، تم العثور عليها بالتحريات، تم الوصول الى صاحب الشخصيه بتقنين الاوضاع والتحريات
قال انه كان في خلافات مستمره بين سيده محمد وحنان وخطيب بنته محمد، وانه كلهم كل يوم والتاني خناق، لدرجه ان ولاده عنده ولاد ذكور ضربوه مره في مدخل البيت وضربوه ورموه في الشارع بسبب ان الناس كانت بتعايرهم بيه وان هو راجل مش كويس وراجل بتاع سحر وشعوذه، وصوروا الكلام ده في فيديو حتى العيال واتبرأوا من ابوه. تم القبض على العيله بالكامل، الام اللي هي الزوجه والبنت والاولاد والخطيب. بتطبيق الخناق عليهم اعترف الخطيب انا فعلا قتلته بسبب ان هو كان بيخوض في شرف حماتي، حمات المستقبل يعني، وفي شرف خطيبتي اللي هي بنته وفي نفس الوقت خطيبتي، وكان بيتكلم عنهم كلام مش كويس. تاني حاجة هو فض غشاء خطيبتي وهي طفلة صغيرة بسبب السحر والشعوذة واوهامهم ان دي اوامر الجن. طيب راجل بالمواصفات دي هل قتله يعتبر سفك دماء؟ يعني ده يعني قتله حلال ولا حرام؟ مش هنخوض في الدين، لكن انا شايف ان هذا الرجل يعني سيبك من ممارسة السحر الاسود والشعوذة واستخراج الكنوز، في ناس يعني بينصبوا بالدجل والشعوذة، هم اصلا لولا في الدجل والشعوذة بس بيستخدموهم ان هم بيخدعوا الجماعة البسطاء، الجماعة الصغيرين اللي فكرهم محدود، بيضحك عليهم بكلمتين، ايوه معمول لك عمل، ايوه مرشوشك تحت الباب، ايوه جوزك بيكرهك بسبب عمل، ايوه انت مراتك بتهجرك بسبب عمل، مكتوب لك على وترمى العمل في بحر والسمكه بلعت ولازم نجيب السمكه. وفي اعمال الناس اللي هم اعوذ بالله الكفره اللي بيمارسوا الشعوذه دول احيانا بيكتبوها بالمرض وبالسرطانات وده ويحطوها تحت راس ميت حديث جوه المدافن. دول الناس اللي هم وصلوا لمرحله الكفره اقصاها، دول اللي هو السحر الاسود، السحر الاسود والاعوذ بالله يعني. وتلاقي دايما اعمالهم اعوذ بالله بتبقى حاجات بشعه بالتفريق وبالمرض وبالكره وحاجات بتبقى صعبه جدا. واحيانا بالجواز، يعني ايه شاب كويس جدا البنت مثلا تكون دميمه الشكل ولا وحشه ولا ما بيحبهاش روح تعمل له عمل يخليه يجري وراها. يعني انا شفت مره في فرح وكان من حوالي سنه ونص، شاب والله زي الاجانب طول بعرض بحيره ومتجوز واحده، طبعا مش هنقول شكلها ايه، دي مخلوقه ربنا خلقها يعني الحمد لله رب العالمين. اقول للناس ازاي ده متجوز دي؟ يقول لك وبيموت فيها، بيغير عليها غير عادي، وهي اصلا لو سابها في وسط الرجاله وقال لهم خدوا فلوس الرجاله يقول لك موتنا يا عم وسيبها مالناش دعوه بيها. في ناس بيمارسوا السحر والشعوذه، هم قالوا لي ده الست البت دي اصلا عامله له سحر، ما علينا كل حاجه اسمها نصيب. فالسحر والشعوذه بتخرب بيوت، بتخرب البيوت، واللي بيمارسها على فكره خرج من رحمه ربنا الا ما رحم ربي. فالراجل ده تاني حاجة ان هو يقولك بأوامر الجن يفض غشاء بقرة بنته وينام مع بنته، ده ممكن نقول عليه بني ادم؟ اللي يزعل مراته وبنته علشان بيجيبوا رجالة جوه البيت بياخدوا منهم فلوس وما بيدلوش، يعني قواد، يعني ديلر زي ما بنقول كده. يعني تخيلوا واحد زعلان ان مراته وبنته بيدخلوا رجالة جوه البيت يناموا معاهم وياخدوا فلوس ومش بيدول، مش زعلان عشان شرفه وعرضه، مش زعلان علشان كلام الناس، مش زعلان ان مراته ازاي تخونه مع حد، مش زعلان ازاي بنته اللي مخطوبه تنام مع شباب، لا هو زعلان عشان ما بيدلوش فلوس من اللي هم بياخدوها. لدرجه ان هم اجروا عليه ثلاث مرات، اجروا عليه ثلاث مرات، وضربوا عليه نار ثلاث مرات وما يموتش، الرصاص ما يجيش فيه. ومره بالسكينه وربنا نجاه منها، يعني راجل سبحان الله وتيجي موته في الاخر على اتفه الامور. يفتح البيت لمحمد خطيب البنت حنان يدخل يموته على فرشته وبعد كده يلفوه ويرموه، لكن الشرطة تروح فين؟ هتروح فين من الشرطة المصرية وكفاءة رجل الشرطة المصري؟ طب من القبض عليهم مثلوا الجريمة بالكامل، ازاي خنقوا وازاي موتوه وازاي لفوه وازاي كل ده حصل في مركز الصف محافظة الجيزة. موضوع يعني الصور اللي فيه صور المتهمين واعترافات تفصيلية ومعاينة النيابة وبعدين تمثيل الجريمة، ما هم يعني الست نفسها سيده وحنان ومحمد تحس ان هو مش ندمانين هم قتلوا سيد عبد المحسن عنده 49 سنه، شايفين ان هو بنفس الكلمه اللي تالت كلب وراح. الزوجه قالت عليه ده كلب وراح، حنان قالت مش ابوي ده كلب وراح، ومحمد قال لك ده مش بني ادم ده كلب وراح. طب هو الكلب له حق يزعل ولا لا؟ لما حد يصف الكلب اللي هو معروف عنه الوفاء ان هو ممكن يعمل كده يبقى الكلب يزعل. لما العيال دي الزوجه والبنت واللي خطيبها يقتلوه يبقى نقول لهم صح ولا ما نقدرش نقول صح على فعل جريمه، لكن هي الفكره كان ممكن يتخلصوا منه ازاي؟ كان ايه اللي ممكن يعملوه عشان يخلصوا من واحد زي كده؟ مش بنبرر الجريمه ومش بنقول لهم برافو عليكم، لكن هو فعلا الراجل ده كان لازم تكون اخرته كده، لازم اخرته تكون كده.
اللي يمارس السحر والشعوذه واللي يمارس الجنس مع بنته واللي يعمل لازم تبقى اخرته كده من المواضيع اللي منتهيه. وعلى فكره كل اللي بيمارسوا السحر والشعوذه اخرتهم كلها بتبقى وحشه كلهم لا نستثني احد، لان هم دول يا جماعه اللي بيمارسوا السحر والشعوذه دول فعلا بيتحدوا الشيطان بافعالهم، بيتفوق على الشيطان بافعالهم. اللي فرق بين الزوج وزوجته ده ايه؟ اللي يعمل بالكره واللي بيجلب الحبيب واللي كل دي حاجات خارجه عن الناموس الطبيعي. لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.